بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. درسيني شلي عصمرني أيد اللحدنات ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وحعرب كنا قطعي مفسدين هو مصدر مؤكدة وحال مؤكدة معها مصدر مؤكدة. طيب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. حلو سود الشري ولقاها اللي بني إسرائيل هي نقل حموضه دي أي كلك عين إلهي رسوله صدر سبحانه وتعالى هي كتبت صدر الشيء تأسى لقصها اللي وحمرك الألي سبحانه وتعالى. ومنهم وحاكم إذا يهود أمر ابن إسرائيل وحاكم إذا أميون كواء وحنا أخرين وحنا قرين كواء صلى الله يعلمون أن أغين الكتاب كتابك أن أغين وقرنين كتاب وحبك موقت ورضح إلا أمانية إلا لكنس أمانية يتمنون وحي تمنينيان يتمنون وحي يددي لنيان أماني يددي لي وإنهم مرأينا أهان إلا يظنون كوى ملينا يمو يوحك لما لوقي بدوي قلوا أذكوي عامدها قلوا أعلم ضدي عامد ضدي بأيادة سكور رنطيو وحالي ريبني إسرائيل وحكم ذا كواء وحنا أخرين وحنا قرين أمي جوحة لدهذا والروحة المانتي صنعت ونسبة إلى الأم بالدهذا سيدو هو يدي وكغصر عي سيدو هو يدي سيدو كل شيء وحقرين اللوبرين وحقرين اللوبرين أمي بالدهذا مر كوا النوع عاصم كمدة وعمد وديون كوا النوع عاصم كتاب كي توردها وحرك ما يوجع ما إن أخرين لو حمر ما أخرين كران وحبنا معنا وحوي ما يعني ما قري كران وحلا وش شيء يوم بيك كران كران يدي ديلوين موي يعني وحيا رأيه أي شعليهين ولكن الحقيقة لهين ويسكر ربان لكن واحد شر ما أنت موي وحكر الكتاب كران يا مجد وين ملاين يانو ملاؤه مل أول أبو سعدان يدي ديلوين كوه ويان waxa iska yidi diilayaano iska rajaynayaan inuu loo dambi dhaafay wadaadadoodii baa waxay ku yiraahdeen yaani waa laydiin dambi dhaaf waxay ku yiraahdeen nahnu abnaa'ullahi wa ahibba'uhu ilaahi wahiinu nahay caruurtiisi iyo kuwa jecla waxa kale ku yiraahdeen lan tamassana an-naaru illa ayyaman ma'duda maalma tirsan umbay naaru ina taaban وعاكل كل هذين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى شنو ذا إذن كون بأسكله أما نيجي للدلوي نوع سكان الحقيقة لهين بيكون لي ملا أولهم بين قصة عذارى كتاب في توراة وحبك ما يوجع هو النوع عصف كم ذا معنا وددوينه يعمدي وي معنا ساسويا ومنهم وح كم ذا أهل الكتاب كأميون كوا وحنا أخرين وحنا قرين لا يعلمون كواس أنوين الكتاب كتاب كي أنوين كتاب كي أن أقون لهم توريدها والقودة إلا أمانية يدي ديلوين موي وحونا إسكتش عليهين وشيكا بينا وعي إسكتش عليهين موي وحق لكاه إسكان مجر وإنهم ما هم ملعين نهان إلا يظنون كوام ملعين يموي إلا واح مرهد هذا الحجدي سي الدليل كي سي هذا استلتاق ملعهم بكويه مركم دين ما الأول أي قصة عظامي معنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم انت أمرك وعامدي علم ضو دين واب فويل هلاك للذين كويبوا أسقنا ذي يكتبون قرية الكتاب كتابك قرية كتابك محرفك أهل الدوري يك قرية بأيديهم كعمه ذي كقرية ثم مركا كتبنا يقولون أرني هذا كان من عند الله إلهي أكتسك أحد معي سأولي ليشتروا إني قطان درادة ويجيد سدان
به كتابك محرفك السبب تيسا ثمنا إني لعبك إبسدا قليلا أو ير إني يعني وحوغا حولا عباسدا فويل هلاك فاللهم يغا أسقنا دي مما كي حكي سايو أسقنا دي كتبت أي قرت أيديهم قعمه دو أي قرت أيديهم قعمه دو أي قرت وويل هلاك فاللهم يغا أسقنا دي مما شيء حكي بوغسقنا دي يكسبون أي شقي سنية علماء دون وحوي وأن يمكن أن تكعمه هذا كقرتين كتاب أيجو أي شيء كود كريم مادن أو يطلقا إي أحكام دجستين أي وحي إلى هذين كان أن قرني إله أكتي سكيت وحي أيجو قرتين كتاب في التوراة ما ووح أيجو أي قرتين وأن تي كتاب في بدلين أيجو شيء كود كريم مادن مركي قرتين oo dhaqan uga dhigeen ummadii ahkaam uga dhigeen nidaam nololeed uga dhigeen kadib ayaa si looga qaato u suuq galo ba waxa yidhaahdeen ilaahay agtiisu ka yimid hada min indillaahi bida ay saawleeyo kitaabka iyagu qoreen ilaahay agtiisu ka yimid ayuuleen ilaahay ugu been abuuranay waxay rabaan inuu u gadmo wuxuuga adduunyay dhaafsanaya laana hadaan adigu jeebka kitaabka kala timaado qorto warrada dhaaf baa lagu dhigay si uu marka sharciye u yeesho waa inaad tiraahdo ilaahay xaggiisu ka soo degay saasay marka ku jiraan waxay doonayaan wuxoogaaga madaxtinimada iyo xoolahay dadka ka qaadanayaan iyo gumaysiga dadweynaha gumaysanayaan inay gacanta ku sii hayaan danahaasay ku tahay saas daraadeed way been abuurka u sameynayaan rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala halaag bay leeyihiin waxay gacmahoodu qoreen xaggiisay halaag leeyihiin waxaa kale leeyihiin halaag waxay shaqaysteen xaggiisa halaag bay kaleeyihiin oo waxay shaqaysteen muxuu yahay tan hore waxaa tidhaahdaa mimaa katabat aydiihim waa beentay qoreen ee haddana ay dhaheen ilaahay xaggiisa ka timid mimaa yaksibuunana waxaa tidhaahdaa waa waxay ku helhayeenoo xoolaha ah ku soo galahay ama madaxnimadii ama xoolaha ay ku qaadanayeen dadka kaga qaadanayeen ayaa mimaa yaksibuuna ah saas macna waxay qabteenna waa kharibinta حوله كهلا وقرمي فويل هلاك للذين كوبوا أسقنا ذا يكتبون قرية الكتاب كتاب كقرية بأيديهم قعمه ذا كقرية كتاب كاسي مرك ماها توريد ماها وكتاب أيقو تشيف كذا أي كلمة دينه قعمه ذا كقرية توريد يبدلين ويمعنى ساسي فويل هلاك ثم مرك كتب كتاب كي مرك القرآن سلو دقاتو اللو در مستقو ددك وقوه قان سمان ثم كتبنا يقولون وحي رنيان هذا كان من عند الله إلهي أكتسك أهالي كتاب كان إلهي بسودجي ليشتروا محيسا أوليهن ليشتروا إني إبسدان درادت به إساقا إني كو إبسدان ثمنا العق العق تاسي ووحوغاء الدنيا بالنر أما العق هالنقطة أما ديف كلام هالنقطة ثمنا ديف سيأيو إبسدان قليلا أو ير حسن البصر وحلقة شغانو يولي الدنيا بحبافيرها الدنيا ده أو نبار ثمن قليلا laajira maan saasiya marka wuxuugaaga yarkaas ay u dhaafsadaan oo madaxnimada iyo laaluushkay dadka ka qaadanayaan iyo wadaadnimada wuxuugaaga lagu siinahay iyo intaas ay rabaan inay si jirto ay si haystaan fawilun halaag baallahum iyaga usugnaaday mimma shay xaqiib uga sugnaaday ka sabar ay qortay aydiihim ka aydiihim gacmahoodu ay qoreen waa been abuuradkay qoreen kitaabta ku qoreen wawilun halaag baallahum iyaga usugnaaday mimma kii xaggiisu uga sugnaaday yagsibuuna ay shaqaysanayaan oo xoolaha ay ku helayaan laaluushka iyo xoolaha ku qaadanayaan taa xaggeedana halaag bay ka leeyihiin rabbi subxaana wa tacaala marka labada aayadood qolana caamadii bay tilmaantay qolana culimadii nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi yacni latattabicunna sanana man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey jidadkoodii baad raaci doontaan weliba si daqiiq aad u raaci doontaan meel alla meeshay galaanna waad ka dabageli doontaan ummadda yacni islaamka caamadeeduna caamadii ahlulkitaabkay lamid noqdeen in badanoo culimadeeduna culimadii ahlulkitaabkay lamid noqdeen in badanoo caamada ah kitaab ilaahay war kama warhayaan sunna nebina kama warhayaan diin ilaahayna kama warhayaan laakiin waxay haystaan ummatu maxamed baa tihiinoo jannada horaad ka gelisa soo ammaanidii ma saas weya ama wadaad baa meel ku xaraystayo dariiqada ninkii soo galaayay jannada horay buu ka geli buleh intaasuu ku dhegan yahay waxna ma akhriyaan waxna ma arkaan waxna ma fiiriyaan
لكن أماني به استوى عمدي علمدي صوما إن بدن أو كم إذا كتابة يجو قرتن أما كوالا مذا أي قرآن بيدتك كفر هيان وحكو الدنيا ما رحنا مدي ودني ما إلى شنيا كتابة وحلقو قادنا يا إلى شنيا كو يدتك اللغة يعني كتابتي هاي على إلى شنيا كتب دتك اللغة هيستو للدنيا هنغوري ماشا اللغة هيستو أي بنتي بكذا صحتي قرآن كنا دتك ولغة قادي سنة النبي اللومع علنين يعني وحو هذه السلف كاللومع علنين كتب وح قريبة على الجرنين بوددري كل جين سي مرحني ماذا ضو سي شكتي وحوجا جاي كقادر يا المعنى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون صوما ساسويا يعني علمدينا علمدي يهود الشبهري عامدينا عامدي يهود الشبهري إلا النبي قال يدي صلى الله عليه وسلم وضوء كان دونتان وشدت مريض دونتان من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا واحد هذين لن تمسنا نتابا ميس النار النار نتابا ميس إلا أياما معلما موي معلمها سو معدودة لتريي معلما لتريي موي النار كلمين قل وحاتنا ذا أتخذتم مصميستين عند الله إلهي أكتي سميات صميستين عهدا بلن إن معلما كبرا أن لدينا عذابين ما بلن بلن إلهي الله كشه حدو بلن كاستيرو فلن يخلف الله ألد قوبيالي مايو أما كبد إما يعهده بلنكيس لقوم يقان إلهي بلنكي نقف هذا يتشير ده بلنتاس أم بل إسكبر طاق بلنتاس وحشر ما هي تقولون أتقولون موحد لديهن على الله ألد شي موحد كشي قيسان ما لا تعلمون واحدا علم الله ثانينا وحيا يعني وأماني بهذا اللي سور شيقي وحي الرميسنائين نار تصير يدبا إني سنجلين ريبن إسرائيل ummadaha kale toon baan nar loogu tala galay iyagu maalmo kooban oo tirsan umbay naarta gali wixii ka dambeeyay ummadaha kale uga dambeyn doona ummadaha kale uga dambeeyay way ku waari doonaan la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara nasarana waxay tiri jannada waxa uu gali nasaro yahuudina waxay tiri jannada yahuudun baa iska leh laakiin naarta yaa iska leh ummadaha kale wax yar baan anagu galin كيف أمرك اللي بينيني وحكوت الأذاب للنبي هو مطلن بعض هيستان إلهي وإذن الله قلي وإن النار تأيذن قلينين مالمها ترسن موي بلن محيسان حدو بلن كاسي تشيرو بلن إلهي كفحما سبحانه وتعالى أدومي ديسو الله قلي بلن كاسي ما تشيري ما إلهي بعد كبين عبورا نيسا حدو بلن كاسي وسن تشيرو وحا صوهري وحا ويان وإلهي وحا إذن أغين علمي أيضان أولا هين إن هذا إلهي دوشة كساريسا قد إلهي بكبن فرهما رسانه الذين إلهي بار نوبل القاضيو بين أبورة ويوحي نمك أم تقولون على الله ما لا تعلمون وحيدا قرنين قد بين يبين أبورة باتكوها الله يسوي معنا حديث صحيح أي نبي قلنا كسر صلى الله عليه وسلم بقاري صوصة علي أبو هريرة لقورنا نبي صلى الله عليه وسلم خيبر مركو فرطي باريس وميسن يا نبي الله كان صلى الله عليه وسلم يهودي وكانت markaas nabiga xuur sallallahu alayhi wasallam waxa la wixii yahuud meesha joogto dhalay soo ururiyo wala soo ururiyo nabiga wuxuu yiri yahuuday su'aal bari di waydiinay run ma sheegis haweeda abihi yuhad hebel bu haweeda bentin waye abihi hebel bu haweeda nabiga sallallahu alayhi wasallam war run taweeda su'aal labaad bari di waydiinay run ma iga sheegisan haweeda من أهل النار ابن النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار كياوي نار تضدك إلهي أغطر قلياوي مركاشا واحد هذين يعني نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها وحيربان أنه نار تكتر دونا كذبنا إذن كان نغضن بين دونا مركاشا النبي صلى الله عليه وسلم بنت ويه اخسأوا فيها لا نخلفكم فيها أبدا وبينتين كفوا قال ابو نبي صلى الله عليه وسلم نارتا إذن كانت ضمبين من ابو نبي صلى الله عليه وسلم سؤال سدحاد بان إذن ويدين الرمك الشيء إذن هابدا فيدا المصاص ما يسامكم هابدا هو مصاص ما يمي أم حالوا لك شدين وحال ربنا هداد النبي تهينا إنا يسندبكو قيسان النبانو هين هداد بين على تهينا إنا كل ما تهرمني أو مدعن كاير رحيم وجدد مركم حيث هاي وجدد واحد ويان
يعني وحو النبي كل من أهل النار وحي لهذين وقت يربى النار تكتشري دونا كذبنا إذن كان وقت ضمين دون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة تاسوي معنا مركوا بين أبورك إياه وانت تشابك وذك لي مادين أيقون عمر وشكين وحيهم بدين النقضي وقالوا حرد لن تمسنا نتابا ميسو النار ونار نتابا ميسو إلا أياما معلمم وياني معدودة التي ليهي علم ذا قروح إليهم وما المهي تبقى عابدين والله أعلم قل وحاتي لذا أتخذتم ما سميستين عند الله إلهي أكتي سمية عهدا بلن سميستين ما بلن بعدك إلهي أكتي وإنو سنما المم ويكبض إذن عذاب فلن يخلف الله وضي ساستهي فلن يخلف الله ألقو بيالي مايو أما كبح مايو عهدا بلنكس لقم يقان إلهي بلنكس سينو كبح سبحانه وتعالى أم سيد تقولون ما وحد لديهم على الله ألا تشي ما لا تعلمون وحيدا علم أولهينو موحيدا قرنين او ايضا اقوانو لهين بعد الهي دوشيكو شاكسان سبحانه وتعالى او كبير ابو رنسان بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئة فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذه اللبينيي او لي اليهود باتشان اسكال وركي ذاك بحا حقيقة اللو شيك مكاب بلا وركا داي سادي دينكو تعيشين ارنكو ميه من كسب عيدي شقيست سيئة حمان أرين حن روحي لي ماذا هو أحاطت أي كوبت به إسجا خطيئته قفكيس أكوب فأولئك كواسي أصحاب النار نار تدت كذوي هم يجون فيها نار تدحي خالدون كوا كواريو والذين كوا آمنوا رمي أو عملوا سمي الصالحات أعماشا ونوالسنة أولئك كواسي أصحاب الجنة شنّد الضد كذي وي هم يجو فيها تحت ذي خالدون قواري ميزان قواك يهود بانو نهي أو شعب كإلهي دورتي بانو نهي أو شنّد أنك نار أنك نلومو قرين أو شنّد أنك يقونين نوتاي وركا كإمادي ميزان كسحدة مرتان ساد إدين كربتان أرنكم مئه يتعشهين وحويا روحي قف لي مادا أو مدح لي مادا حمان تيسونا اي حرير ايسو حمان تيسو حرير ايسو محالا قوضا روحا حمان تيسو مركا افرطا لنعبا كمرطا اسكوار ايسو وامر لوه اي وخير باللوه صوما وقالكي ومشركي الهي اساقو اشريك يلي يدنتيوه وإلا روحا مؤمنكا انتو دوني بعمل كيسو حي راده سيئادي اي خلط يقفكو مكهو بن مهريرين مال امبي حصانا او بشرتا صوما وأحاطت به خطيئته قفكي سنو هريريو دنعيها كوضا مرو روحا سوى النار تددك يدي وينكوا ريان عدي إيماني عمل صالح اللتي ما دنا واجسند الددك يدي وينكوا ريدونا مركا يدينكو قولة ديتين ميزانكو وكاسي ما قولة دنباته ميسا قولة دهوري قولة هراتين لأن الشرك بيكو احتران عزير ابن الله بيكو حيان وكتاب كيله بيخلافين او رسول شيبا اللايين او واحد نمان او الله هارين مبا تكتبا حدا لما عدالك ايدين كو سيداسا ميزانك الهي وحيو كينيا انا ضدك النار تكمتين ضدك تشنده قلينا انا اذا كتشرين ميزانك الهي زاسو كيري اما شايك شدي نصوما واحد وندان جاك ساسي معنا طيب بلاء اسكبافي يعني هذا الكافافة او ساب الربتان اغنكو مئهي من كسب عدي شقيست سيئة حمان او شركيا او احاطت اي كوبت به اسجا خطيئته او احاطت اي كوبت به اسجا خطيئته قفكي سو اي كوبت قفكي سيبا كوبي يعني وخير باللوم اهلون سقو دور شرب النقضي فاولئك كواسي اصحاب النار النار تدك يديوي هم ايقونا فيها النار تدحدي خالدون كوا كواريا نار تاسي كواريا يدي ديلا دينا أدونك أي يدي ديلا نيانيو شيء كذا يسقو شيء كينترين نحركه مش والذين كوا آمنوا الرمي إيمان كتبت عليهم الرسول شيء كتبت يطود الرمي حقا أو عملوا سمي الصالحات أعماشا ونواكسن إيمان كوذنا طقا قدره هي إنا فليان وحي إلى هاي فري كوا الله عاسي أولئك كوا سي أصحاب الجنة شنضا ذاتك يدي ويهم يبو فيها لحدة ذي خالدون كوا كواري وعلمتاي آيات أنوتك دون في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب سادي دي لنسان معه
أهل الكتاب سيدي ديلنا يا نما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا آية سلمت يعني يدي ديلدي إنما ساد إذنكو آت ربتان نقن ميس يهود سير ربتان نقن ميس الروحي حمان لي ماذا حمان تانا كوكري يوداي النار بوكري روحي إيمان إي عمل صالح يخير لي ماذا نتشنو لي ميزانكو واقع هلكا مركا كل ماتو نصبا وحيقا بان إي قرابا وحيقا بان إي طريقا وحيقا بان إي مقعبا وحيقا بان إي حورا وحيقا بان ماشا كسا لو لا ميزان كات كتير تغمان قويدين ساسو معنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا يا به خلدات خودي والله غسي هالي وعربي سبحانه وتعالى واذكر وعد عسى إذ وقت أخذنا أنقى بني ميثاق بني إسرائيل الرب بني إسرائيل بلن كودي لأتكي لا تعبدون فعبدنا لا تعبدون مع عبد سواك بلنك لا تعبدون مع عبد إنسان إلا الله علمه وأحسنوا أصم طلب الوالدين لوضع إذن بشي بإحسان أصم طلب وذي القربى لو أنشه مدك أصاحبك سكيها أنا إستغن أصم طلب واليتامى أغنطن أصم طلب والمساكين مساكين تن أصم طلب وقولوا وحاتر هذا للناس ذاتك وحاتكتر هذا حسنا كلاما حسنا كلام وراكة هذا الوراكة ذاتك قدعة وأقيموا توسية الصلاة صلاة توسية أصيدي اللي دين فرأيوتو كذا وآتوا سية الزكاة زكاة نصية ذاتك لها ثم مركة كذبنا بلنت أمرك اللي انكتق على كذب توليتم واتيتتين إلا قليلا وحير أو منكم إذنك إذنك مدموين والحال بات جتستين أنتم إذنكو معرضون آتينكو وجيسدا بقم بيما إذن تايب تانينا بلن بيحي بلن تلقى قادي وحيحي إنه حقوق ده قتان حقا نسيدا الوكال إليها أيوكال هرمريان حق شراء أولو قولي يا كإلهي بأقوي إنه حق إلهي بقولي لا تعبدون إلا الله كلك إنا العبد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كلك إن عبدا عدنا أي روح قدر كاس حق كباد حق الصور راعي وحق الله وضع كل شيء وإيجا نقص مفل أباه من السماء يعني النقاء يعني وحويان وحي وناجا كشقه أمر كورها عاصين يعني والد نقص مفل قرابضة إيضادك السكيها إيحيقال كينانا حديرية وحبوضة إيجانا سيا أغوانتنا إيجانا حنانية أو إيجانا قصة وفلا وعرورت يريركي وآبهوط لنتي إدو شقيسنا أنهي السنين كوا يعني بلشادة قيبه روسوي مساكين تأوضادك باهان الدن ليدين وحبها السنين إيجانا قصة وفلا ودقاليه نير حوليه إن وحبه كليه نسيا ذكر هذا الولد سنكره ها أفهمه أفلجاد ذكر يانا إذن كلا كل من خير كينا عبد الشيطان ودين تأوي يدان وإله برتان وأفكين وراكن ذكر خقها سلا زال كل سلا دنا توسية سكدا نسية وحوله نكبد هي إنت مركا نكقا نبلمتي أي عبد الشيطان أوص ما هي سمية مركا كت واتشت ستمبر بني إسرائيل وحيروا إذن كإذن كم دموي انت اس او الهي اذن كرب الله ان الله تمادان واتكيستين مقال وحا وإذين اما انت تيستان وانتم معرض معرضون وحيدن كوا عصب ماها عادي بإذين تا انت تيستان اذ اله ايات كيسية كتستان احكام تسمعنا دين دينا كتستان مكا انت لابني اسرائيل لفري ايا انك لالينا فري في سورة النساء ونبتكدون وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية إنك لفت أنتنا علينا فرع معنا واذكروا عن عسى النبي وإذ وقت واذكروا عسى إذ وقت أخذنا عن قبلنا ميثاق بني إسرائيل الرئي بني إسرائيل بلن كوذي مكان قبلنا لا أتكي ولي بطارت لقو أتكي لا تعبدون مع عبود إيسان وهك بلنك عوها بلنك أس لا تعبدون مع عبود إيسان إلا الله ألموه لا تعبدون لا دو نافية وجملة خبرية لكن ضرب على جوره والنهي على جوره لا تعبدوا عبدوا
وحكى حيل دير إلا قد لقى وحن دعيبا لا تعبدون ما عبد إنسان إلا الله ألموه وخبر أهم أمرك الله قد لقى ترى كحيل دير بليهين إن طلبك الله قد لقى لا تعبدون ليه هذا لا تعبدون ما كحيل دير حق معنى وحو ينبلغ أهان لا تعبدون ما عبد إنسان إلا الله ألموه وبالوالدين وأحسنوا صمفل بالوالدين اللي وضع إذن بشي إحسانا صمفل وحق الله وادي حق إله كوحيك سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذي القربى هو كان واشه أصاحبك كوحيك هو كان أصاحبك هو كأصاحبك واشه إيقال كاقا إساقنا أصاحبك يعني حليو وليتاما أغنطنا أصاحبك والمساكين مساكين تنقص وطلع وقولوا وحات هذا للناس ذاتك حسنا ولا كبحا هذا الوناك سمعها يعني أثمان أبكي نكيل عليه يعني الوناك وحا كم إذا ذاتك خيرك الله يرى الدين الله يرى الله فراء يعني وحويا أفهمها لسكيل عليه وأقيموا تقاتية الصلاة صلاة هقاتية وآتوا ضحية الزكاة زكذنا ضحية أوضتك إسكالسية ثم مركا كذبنا توليتوا ماتية ستين إلا قليلا وحير أمنكم إذنك إذن كم إذا موي سيد عبد الله بن السلام يسقار كم إذا إياك أيا بلنك إلهي ثليي أو قاتي أو أنشبنين والحال بعد جيت ستين أنتم إذنكم معرضون كواتية سنة يآتيهينو أي بقم بإذن تهينة جيت ستار آد إلهي سبحانه وتعالى كجيست الأوامر ديس وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فلنا وحيا وكو مدينة دقناء يهود مدينة وحي سود دقين أيقو أي دقينهين لوضي غير أوسي خزرج لوضع قبيل با دقناء لوضع قبيل يقو مقالة أي دقينهين بي يهودي قح كتميضا يسود دقت صدح قبيل با مركة لدقناء نمال إذا ذريبني قين قاع هي الريبن النظير هي بنو قريضة لما نقره وقينقاع هي النظير وحي بهوذاك لأهايين قبيل كالريخ الزرج مركي مقالة السود تقيم با كوالي بهوذاك لن نقضينه حلف لن نقضين قبيل كي كلا الريبن قريضة وحي بهوذاك لن نقضي أوصب بهوذاك لن نقضي لما نقضي قبيل أوصي خزرج من لما قبيل الضغال كتحيوه يعني الدقال دأوين وكد حيها لماذا قبيل ما دام أي مركة كالجلين أو قرون قرون أي بحل النقد لماذا قبيل أي قرون بحل النقدين لماذا قبيل مركة إسلايان أيهون الدقال كيوم بي لك لصفاني قريضان وحي لصو صفاني أوس لماذا كلان وحي لصو صفاني خزرج أيهون مركة إسلايني مركة لقاعد كان لماذا قبيل إسلاي ميت كمنا بدك اللهين يا يهودي حاجة كسرت أيلين سوحة جلية ولا رهض يهودي هذا جري يبقى كسر كذا صم قريه كتشينا يا رب كبر لقيسنا قريه ولا رهض يهودي هوا مك كتاب التوراة هذا وحي كوي اللي بدك أنك أيكوك أم بيسديري أرن كاسر مك قصص فيه آيات كنا رب وحده سبحانه وتعالى واذكر روح الحسن نبيه واذكر حسن رب إسرائيل كوي نبيك وقت يسجوجوي المدينة جنا وحد استنبل إذ وقت أخذنا أن قبرني ميثاقكم بلنكي نمرك أن قبرني لا تسفكون دارين ميسان وقبلنكي لا تسفكون مدارين إيسان دماءكم ديقين ولا تخرجون مدحين إيسان أنفسكم نففيالكيننا من دياركم بريهين كمدحين إيسان ثم مركا كذبنا أقررتم واذقرتين بلنكاس وقراتين بلنكاسي واذيشين والحال بعد كرتين أنتم إذنكم تشهدون قوة مركع يأتي إذنكم وليوا مرخاتك ثم كذبنا أنتم إذنكم هؤلاء يا هؤلاء كونوا تقتلون وذليسا أنفسكم نففيالكنا ذليسا وتخرجون وذليسا فريقا كوح أو منكم إذنك إذن كمدا من ديارهم قريوه ديبات كسارسا تظاهرون إذنكم إسكاشرية عليهم دشوا بالإثم دم بأسوكا شن يدرادي والعدوان يحد قدر يعني وحاد اسكو عاوين يسانسير الله صار لها دم بدرادي يحد قدر وإن يأتوكم هذي إذن يمادان وصارا أيقون لقفاشينا تفادوهم وتوفر نيسان والحال بتوفر نيسان هو أرنكو أويهي هو أرنكو محرم أويهي مذي الذين كحرامي عليكم دشين إخراجهم بحنتهم
idi iyadoo ay aan la idiin ogolayn bixintood baad intaad bixiseen baa dararkii ay lasoo qafaashay baad soo furanaysaan. afa tu'minuuna war miyaad rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan watakfuruuna ma beeninaysaan oo ma diidaysaan bibacdin qaarka kalena ma ku kufranaysaan. famaa jazaau man cid abaalkii muxuu yahay oo yafcalu samaynaya daalika arrinkaa oo minkum idinka idinka mid ilaa khizyun dullayn mooye fi lxayaati dunya adduunyada dhexeeda lagu dulleeyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yuradduuna waa la celini ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu adag badan xaggiisa loo celin wama allaahu allana ma ahaanin bikaafirin mid moog ma ahaanin cama tacmaluuna waxaad samaynaysaa. ballankii ka qaadnay xusuusta ballantana markaa idinka qaadnay ballantana waxay ahay kitaabkii tawreedaha bay ballanta ku taalay dhiiggiina habaabinina la yidhi ha islaynina naftiinana guryaha ha ka saarina naftiina guryaha ha ka saarina maxaa loo leeyahy lianna dad walba oo isku diin ah oo isku mabda ah hal naf bay isleeyihin sida rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka meelo badan ku tilmaamay nebigeenuna sal allahu alayhi wasalam uu u yidhi dadka mu'miniinta say isu jecel yihiin ay isugu naxariisanayaan ka matali jasadi lwaaxidi isoo nebigu mudhin sal allahu alayhi wasalam hal jidh bay ka dhigan yihiin. marka dadku mar hadday isku mabda yihiin oo isku caqiide yihiin oo isle ahlu iimaan yihiin hal naf oo kaley ka dhigan yihin. marka naftiina guryihiina ha ka saarina walaalihiin ood isku naftihiin guryaha ha ka saarina. ballantaas tafsiir labaad bay ahay, waad ogolaateen ba leh arrinkaas, waad qirteen ballantaas, weliba waad ka markhaati kacdeen, idinkoo markhaatiye ah baad arrinkaa ogolaateen oo qirteen, laakiin ma samayseen. maxaa ka dambeeyey? waxaa ka dambeeyey inay diideen. waxaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala, uma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum, naftiinnii horta waad layseen. haddii laydin yidhi naftiina ha laynin oo ha islaynina, waad islayseen. koox idinka idinka mid a ha ka saarina guryahooda, haddii laydin yidhina waad ka saarteen. haddii laydin yidhi war dulmi iyo gardarro ha isu kaalmaysanina, waad isu kaalmayseenoo in aad qoladii kale dulmidaan ood gardaraysataan ood ku xadgudubtaan baad isu kaashateen, weliba gaalo kalood idinla mabda ahayn oo salam caabudaad kaashateen oo walaaladiin inaad laayaan baad u kaashateen way macnaha. haddii intaasi horta maydaan samayninoo waad ka tagteen. hal qodob oo kalaa ku yaalay oo ahaa haddii la qafaasho ama la qabsado nin idinka mid a inaad naftiisa soo furataan ood xoolo ku bixisaan saad usoo furan lahaydeen, taa iyada ana waad samaynaysaana waad fulinaysaan. idinkii dagaalka galay guryahana ka qixiyey intii dhimatayna dilay ayaa qoladii la qabsaday markuu dagaalku dhammaaday kadib, kuwii laydinka qabsado oo laga qabsaday qabiilkii kale yahuudeed ee la dagaalamayseen, kuwii laga qabsaday ayaad idinkii la dagaalamaya laftiinnibaa u ordahayo oo u dadaalaya sidaad usoo furan lahaydeen. markii la yidhahdo war maxaa dhacay idinkaaba laayay oo guryaha ka saaray oo la dagaalamay oo sidan u galay, maxaad usoo furanaysaan? hadda kitaabkii tawreedaha baa saa qorahayo bay leeyihin, oo inaydaan laynin soo tawreed ma qoris, inaydaan dulmi isugu kaashanin soo tawreed ma qoris, inaydaan dhiigga daadinin soo tawreed ma qoris. maxaa dhacay oo tawreed waxay qoraysay iyo ballankii ku yaalay qaarna aada uga tagteen qaarna aada u fulinaysa, seed ku kala doorateen. soo hawo uun ma ah, dantanadaa ku jirta wey. haddaanaan saa yeelin magaalada madiina kuma noolaan karno wey, carab lama noolaan karno, waa inaan la kala safanno oo xaggaana qolo la safato qolona xagga la safato, saa unbaan ku jiri karnaa. marka dee tawreed ma raacsanidine hawadiinaad raacsantiin, sida idinka maslaxadiin iyo daniina uma aragtaan baad raacsantiin, laakiin kitaabkii tawreed ahaa ma raacsanidin. xaaraan bay idinka tahay marka horeba inaad bixisaan ee seed kusoo furanaysaan. waxaa la yidhi marka war kitaabkii qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma beeninaysaan. qaarkay beeniyeen maxay tahay? ha islaynina way beeniyeen, soo ma guryahana ha iska saarinana way beeniyeen, dulmi ha isku kaashaninana way beeniyeen. intay rumeeyeenna maxay tahay? kii laga qabsaday soo furtaan, saas macna. kitaabka qaarna ma qaadanaysaan qaarna ma beeninaysaan. ruuxa saa yeelayo kitaabka ilaahay intuu qaybiyey qaarna qaadanaya qaarna ka tegayahay, abaalkiisu muxuu yahay? waxa weeyaan uun adduunkana in lagu dulleeyo,
maalinta qiyaamadana cadaabka ugu daran oo ugu adag badan loo celiyo adduuniya aakhiraba inuu ku khasaaro. ilaahayna waxaad samaynaysaan ma mooga baa layidhi. waxyaabihii dulliga loo saaray bay marka ka mid ahayd arrinkani, saas wey macna. wadkur waxaad xusaa nebiga, wadkur xusuusta reer bani israa'iilo id waqti akhadnaa aan qabannay miithaaqakum ballankiin, ballankiinnii la adkeeyo dhaarta lagu adkeeyo markaan idinka qaadnay. laa tasfikuuna waa ka ballankii, laa tasfikuuna ma daadinaysaan, ha daadinina laga wadaay dimaa'akum dhiigagiina ma daadinaysaan, walaa tukhrijuuna ma bixinaysaan anfusakum nafafyaalkiinana min diyaarikum guryihiina kama bixinaysaan. diyaarikum yacni deegaamadiina iyo meeshay degan yihiin ka bixin, ha ka bixinina wey macna. uma markaa kadibna aqrartum waad qirteen oo waad ogolaateen, walxaal baad ogolaateen ood qirteen antum idinku tashhaduuna kuwa ka marakacyaati markhaati idinkoo ka abaad qirteen. uma markaa kadibna antum idinku haaulaai, antum idinkaa tihiin haaulaai kuwani, antum idinkaa tihiin haaulaai kuwani, saasaa fiican. macnaheedu waxa weeye hadalkaasi wuxuu faa'iideynayaa kuwii shalayta ballanta galay maba tihidine, kuwa cusub baaba tihiin. antum idinka ayaa tihiin haaulaai kuwani taqtuluuna, xaalo aad laynaysaan anfusakum, kuwa kalaabaad noqoteen. oo macnaha waxa weye saa in la ciraabaa fiican, bedelkii haaulaaida la dhihi lahaa waa munaadi, oo antum idinku haaulaai kuwanow la dhihi lahaa waa ciraab laga fiicnay. ciraabtaa horaa fiicano in la yidhaahda antum idinku ayaa tihiin haaulaai kuwan, ama waxaad tidhahdaa antum idinku haaulaai kuwanaan u jeedaay, acnii waxaan u jeedaa haaulaai kuwane taqtuluuna, waad laynaysaan bay marka noqonaysa. labadaa ciraabood baa fiican, laakiin taa kale oo munaade in laga dhigaa waa laga fiican, saas wey macna. uma kadibna antum idinka ayaa tihiin haaulaai kuwani taqtuluuna, xaalada aad xaal aad laynaysaan anfusakum, nafiyaalkiina aad laynaysaan, kuwa kalaabaad noqoteen. wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan, koox oo minkum idinka idinka mid a, min diyaarihim guryahoodii iyo deegaamadoodii baad ka saaraysaan. waa kooxda ka midka, waa kooxdii dhanka kale ka soo jeeday oo qabiilka kale la safnayd wey, oo bahwadaagta la ahayd. tadaaharuuna, xaal aad isu kaashanaysaan oo isu kaalmaysanaysaan, calayhim dushooda aad isu kaalmaysanaysaan, bilismi dembi daraaddii iyo walcudwaani xadgudub daraaddeed, waa xadgudub iyo uun dembi, laakiin wax kale meesha kuma jiro. ujeeddada idinku bixinaysa iyo sababku waa ka, wa in yaatuukum hadday idin yimaadaanna usaara iyagoo kuwa la qafaashay ah, markuu dagaalku dhammaado ayagoo la haystayaal ahoo la qafaashay, hadday idin yimaadaanna tufaaduuhum waad furanaysaan, si aad xoolo ugu furan lahaydeen baad u dadaalaysaan. nimankii nin shalayta la dagaalamay ee arrinkan iyo waxanba sababtu waxa weeye dhibkan keenay, walxaal ayaad furanaysaan hum huwa dhe huwa sha'niga iyo xaalku uu yahay muxaramun, inay xaaraam tahay calaykum dushiina ay xaaraam idinka tahay ikhraajuhum bixintood, muxaramun ay tahay mid la xaaraameeyey calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda iyadoo laydinka xaaraameeyey ayaad saa yeelaysaan wey, ood soo furanaysaan bixintoodii horeba ayaaba xaaraan idinka iyo guryahooda inaad bililqaysataan, walxaal baad saa yeelaysaan huwa arrinku uu yahay muxaramun, mid ay xaaraam tahay, mid la xaaraameeyey calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda horaaba xaaraam laga dhigo laydinka xaaraameeyey. afa tu'minuuna, war ma rumaynaysaan, bibacdi alkitaabi, kitaabkii tawreeda qaarkii miyaad rumaynaysaan, oo waa furashada ah, madax furashada mar inaad soo furanaysa qayb soo furashada. wa takfuruuna, ma ku kufrinaysaan, bibacdin qaarka kale oo ahayd inaydaan islaynin, iskaalmaysanin oo dulmi iyo gardarro isku kaalmaysanin, guryaha inaydaan ka saarin oo isbililiqaysanin, taana ma beeninaysa. famaa jazaa'u man, cid abaalkii muxuu yahay oo yafcalu samaynaya daalika arrinkaa oo minkum idinka idinka mid, ilaa khizyun, hoog iyo yacni halaag mooye, khizyun waa dulli, ilaa dulli mooye abaalgudkiisu wax kale miya, fil xayaati, nolosha dhexdeeda lagu dulleeyo, addunyaa ee liidata, nooshan liidata adduunyo ay lagu dulleeyo oo wax dullaysan oo macnaha liita qiyaamati, maalinta qiyaamada, yuradduuna waa la celin, ilaa ashaddi alcadaabi, cadaabka ugu adayg badan ee ugu daran xaggiisa loo celin, wama allaahu allana ma ahanin bikhaafilin mid mo, camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahi ma mooga subxaana wa tacaala. latattabicunna sanana man kana qablakum bay noo taalle, soo innaga lafteennu tani inuguma dhicin, kitaabka ilaahay soo dejiyey
ayaynu qaybna qaadanay qaybna ka tagnay. Masaajid la dhiso, salaad lagu tukado, waxoogaa sako waayahan dambe la bixiyo, bayt ilaahay oo maalmahan dambe la yaro barto, xajkii iyo cumradii lagu dadaalo, intan waxoogaa waa lagu yara roon. Laakiin had timaado war kitaabka ilaahay xuduud buu leeyahay, ha laysku dhaqo. Dowlad buu leeyahay, dowladdii ha lagu dhaqo, maxkamadihii ha lagu dhaqo, akhlaaqdii ha lagu dhaqo, qoyskii iyo bulshadii ha lagu dhaqo, dhaqaalihii ha lagu maamulo. Ha timaado mar rabnaa markaa imaanaysa ya ama afka aan ka dhahno ama dhaqankeennuba lisaanulxaalku saa ha noqdee xaalkeennu saas. Marka afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi ma inahaysa. Saas daraaddeed abaalka ka dhashay oo ah adduunkana in dulli lagu noolaado aakharana cadaab daran laysu celiyo, adduunka dulligiisa waa inahaysta. Soo saas ma dulliga ka badan maxay tii inay yacni waxa weeye dhowr milyan oo yahuuda aynagu ciyaarayso saalasay doonto inoo gelayso oo inagoo dhan ba aan silic ku noolahay iyo darxumo aan ku noolahay adduunka. Dulliga ka muxuu yahay dulli baan ku noolahay adduunka, tii aakharana waa laabanta. Maxaa yeelay yahuud maxaa lagu maagay? Yahuud wax kale laguma waamaagine diinta ilaah bay saa u dhaqmeen, siday u dhaqmeen ciddii u dhaqantana meeshii la mariyo unbaa la marin. Idan ilaahay subxaana wa tacala addoomadiisa uma kala exde, saas in la fahmo wey marka. Si buuxda diinta ha loo qaato iyadoo idil hal la wada qaato, dhaqankeeduna ha la fuliyo. Saas wey macana. Ayib rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa way ishtarau gatay, ishtarau iibsaday alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ayay bilaakhirati aakhara ku gateen. falaa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda laga fududayn maayo alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaan yunsaruuna kuwa loo hiiliyana may ahaanaya. Kuwa noocaas ah waa kuwa adduunyada qaatay iibsaday, adduunyay la wareegeen, aakharana way iska bixiyeen. Badeecaday qaateeni waa adduunyo, lacagta ka baxday ay bixiyeenna waa aakhiro. aakhiriya adduun bay isdhaafsadeen. adduunka ninka iibsaday waa ninka waqtigiisoo dhan iyo fikirkiisoo dhan iyo shaqadiisoo dhan adduunye unta, aakharana aan waxbaba ka ogeyn, danba aan ka lahay. Marka aakhara intuu faraha ka qaaday buu adduunye qaatay oo bedelkeedii ku bedeshay. qoladaasi waa qolada hadday saas yihiinna cadaab ilaahay laga fududayn maayo maalinta qiyaamada, wax yar laga fududayn maayo. In la sii adkeeyo marka dambeysa cadaabku sii cuslaada mooye, laga fududayn maayo, loona hiilin maayo cid intay u hiilisa isa soo taagto xoog cadaabka kaga fududayn karta ma jirto. ilan ilaahay baa awoodda maalinkaale saan soo marnayba maaliki yowmiddiin weeyo, wax maalinkaasi wax u hiilin kara maba jira. saas weyaan ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa way ishtarau iibsaday oo bedel qaatay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ee hoosaysay, hoosaynta badnayd bilaakhirati middii dambe kuwa ku badashay ee ku iibsaday. falaa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaan yunsaruuna kuwa loo hiliyo. walaqad aataynaa muusa alkitaaba waqafayna min bacdihi birrusul, dhaqanxumadoodii baa weli lagu jiraa iyo siday ula dhaqmeen ilaahay kutubtiisii iyo rusushiisii iyo mabaadidii samaawiga ahaa. walaqad aataynaa xaqiiqe waxaan siinay muuse, muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawreed ah, waqafaynaa waxaanu raacinay oon gada ka dabageynay min bacdihi gadaashiisa waxaanu raacinay birrusuli rusushii baanu raacinay. wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise ciisihii ibna maryama maryam wiilkeeda ahaa albayinaati xujooyinkii calcadaa baan siinay. wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinay biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnayd baan ku xoojinay. afa kullamaa indhano ma mar walbo jaa'akum uu idin yimaado rasuulun rasuul mar walbo uu idin yimaado bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aynan jeclayn anfusukum nafafyaalkiinnu aynan jeclayn istakbartum miyaad isweynaysiinaysaan ood iskibrinaysaan oo fa fariiqan koox kadabtum waad beeninaysaan wa fariiqan kooxda kaleetana taqtuluuna malaynaysa. muusa waxaa siinay buu ilaahay kitaabkii tawreed ah, kadib isaga gadaashiisina waxaan ka dabageynay rusul fara badan. qafayna waxay dhahaan wadaadadu yacni waan qadaad raacinay baa la dhahaa, ilan qafaaga waxaa la yidhahdaa qadaadkaa la yidhahdaa. marka shay walba oo gadaashaada ka yimaada ayaa la yidhahdaa qafaa la yidhahdaa.
marka waan ka daba geynay oo gadaashiisan dirno waan raacnay baa laga wadaa rusul badan oo ka dambaysay baan ka daba dirnay laana nabiyullaahi muusa calayhi salaam rusul badan baa ka dambaysay sooma oo ree bani israa'iil ah rusul badan baan ka daba diray rusushii laga daba diray nebi ciise ka mid ahaa oo nebigeenna ciise ku xigeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi ciise ayaanu yani waxaan siinay buu rabbi leeyahay aayaadkii cadcada nebi ciise aayaadka la siiyey maxay ahayd way inoo imaan doonta shimbiro intuu ayar dhoobo intuu shimbir ka sameeyo bay noolaan jirto shimbir duulaysa noqon jirta dadka cudurada loo xaal waayey qaba baraska iyo dadka indhala-aanta ku dhashay waxaasoo dhanna wuu daawan jiray meydkana waaba noolayn jiray marka albayinaati waa aayaad cadcad waxyaaba qayb oo dadku markaa aynan ogeynna waa ka warrami jiray faahfaahinteedu meel kale inogmaan doontaa laakiin albayinaat waa xujooyin iyo aayado cadcad oo nebi ciise la siiyey calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam waxaan ku xoojinay buu leeyahay nebi ciise ruuxulqudus ruuxulqudusku waa malakul jibriil yacni ruuxdii dahirnayd baan ku xoojinay waxaa loo leeyahay waan ku xoojinay waa loo soo diray oo kitaabka iyo aayaadka isagaa u keenay waana u badnaayo malakul jibriil calayhi salaam nebi ciise aad buu ula joogi jiray ayadnaahu saasaa laga wada isagaa yani waxa wey lagu xoojiyo ilahay ku xoojiyay subxaana wa tacaala ree bani israa'iil baa la hadlay marka wa mar kastoo rasuul idiin yimaado waxayna naftiinnu jeclayna uu idinla yimaado ma isweynaysiinaysaan oo ma iskibrinaysaan oo rasuulkii rusushii idiin timid qaarna mallaynaysaan qaarna ma beeninaysaan qaarkay laayeen yaa ka mid a nabiyullaahi zakariya iyo yaxya iyay laayeen qaarka ay beeniyeenna waxaa ka mid a nabiyullaahi ciisa iyo nebi maxamed baa ka mid a salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana marka dhaqankoodu waa dhaqankaasoo dhaqanka waxay baleeyihiin ba ay ugu dhiirareen rasuul ilaahi inay dilaan qaarna ay beeniyaan waxa iyagu naftoodu rabti iyo siday rabaan ay jecel yihiinna ay ku socdaan marka sharci ma raacsanidine rasuulna ma raacsanidine hawadiinaad raacsantiin saad idinku kolba rabtaan ninkii khilaafana waa dilaysaan saas macana ayib walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawreedaha baanu siinay waqafaynaa waanu raacinay oo waan ka dabageynay min bacdii gadaashiisa birusuli rusushii baanu raacinay rusul badan baan gadaashii dirnay wey macna wa aataynaa waan siinay ciisa ciise ciisihii ibna maryama ina maryam ahaa albayinaati xujooyinkii iyo aayadihii cadcadaa baan siinay wa ayadnaahu waanu xoojinay biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnayd ee nadiifta ahayd waa malakul jibriil ayaanu ku xoojinay buu rabbi ilahi subxaana wa tacala afa kullamaa mar kasta oo uu jaa'akum idiin yimaado rasuulun rasuul mar kastoo idiin yimaado ree bani israa'iilo bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aynan jeclayn anfusukum nafafyaalkiinu aynan jeclayn oo aydaan rabin waxaad rabteen wax khilaafsan waxaad rabteen waxaan ahayn markuu idinla yimaado istakbartum ma iskibrinaysaan ma isweynaysiinaysaan lianna xaqa oo la diiday waa kibir soo alkibru batru lxaqi wa gamtu nnaas buu nabi sal sl kibirku waa xaqoo la diido iyo dadka oo la yasu kibir wakaa istakbartum ma isweynaysiinaysaan oo ma iskibrinaysaan oo fa fariiqan koox kadabtum ma beeninaysaan waa koox ka mida rusushii idiin timid wa fariiqan koox kalena taqtuluuna ma dilaysaan nebi zakariya iyo nebi yaxyana ma dilaysaan iyo kuwa la midka nebi maxamed sal alay wasalam iyo nebi ciisena ma beeninaysaan hadasee damacsantiin wey marka niman xaq u jeeda maaha khayrna ma rabtin wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadanadu gulfun waa kuwa galaysan bay dhahen waaba galaysan yihiinba yacni way qafilan yihiinoo waxba ma geli karo bal iskaba dhaaf quluubtoodu inay macnaha dahaaran tahay iskaba dhaafe inay galaysan tahay ma ahee lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed buu ku lacnaday fa qaliilan wax yar maa yu'minuuna ma rumaynayaan wax yarna ma rumaynayaan qaliilan wax yarna maa yu'minuuna ma rumaynayaan buu rabbi subxana wa tacala waxaa laga wadaa markii uu nebigu cadaabkii calaanta laga badiyo la yidhahdo war maad qaadataan waxaan ilaahay xaggiisa ka soo degay baa waxay odhanayaan yacni jeseas iyo macaginimo daraaddeed baa waxay u leeyihiin qalbiga nagu uuba dahaaran yahay
qalbiga nagu yani waxa weeyaan yani isaga dhanba uu galaysan yahay shayga galka markuu ku jiro ayaa la yidhaahdaa yani qulfun aqlf balada ruuxa macnaha waxa buuriya qabka aqlf ayaa la yidhaahdaa aqlf macnaha waxa weeyaan yani shaygu markuu dahaadan yahay wax kaleeto ay dusha kaga jiraan oo shay kale dusha ka saaran yahay ayaa la yidhaahdaa qulfun la yidhaahdaa macnaha marka qalbiga nagu waaba dahaadan yahay waxa aad sheegaysa xaggee buu naga gelbiilay waxna galay ma quluubuna fii akinatin oo kale ka dhigata qalbiyada nagu daboolay ku dhex jiraan oo banaanka ma yaalaan xaggee wax u mari maya markaasuu rabbi wuxuu ku yihi subxaana watacaala qalbiyadoodu ma xidhneen way iska yeelyeelahayaane laakiin lacnad ilaahay baa ku dhacday haddii ilaahay lacnadayna quluubtu dhab ahaan bay u xidhan tahayoo lacnadaa ilaahay bayna waxba la qaadan sababta loo lacnadayna waa gaalnimadooda ay gaaloobeen daraaddeed wax yarnana rijo lagama qabo inay rumeeyaan rabbi subxaana watacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubuna qalbiyada nagu gulfun waa kuwa galaysan oo yacni waxa way gal ku jira bal iska wadhaafee lacanahum allah ma aha inay quluubtooda say u wadaan maehe lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed haddii ilaahay lacnad uu ruuxa saaro uu lacnado bas wey naxariistii baa laga fogeeyey wax gelina ma jirto khayru qaadanna mare fa qaliilan wax yar maa yu'minuuna ma rumaynayaan in yarna xataa iimaan yarna lagama qabo in rajo lagama qabo ina rumeeyaan macna walamaa jaa'ahum kitaabun min cind illahi musaddiqun lima macahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم ولما قرت جاءهم أويمد كتاب كتاب من عند الله إله أكتس مركو بيب كتاب كاس مصدق رميني اللي ما كي معهم لتيرن كوداح وكانوا والحال كانوا أي هايين من قبل هران yastaftixuuna kuwa gargaar dalba ama hiilimaad dalba cala alladiina kuwii dushooday kaga hiilimaad dalbi jireen kafaruu gaaloobay falammaa goortii jaa'ahum uu u yimid maa shayga carafuu ay garteen kafaruu ayay ku gaaloobeen bihi isaga falacnat ullaahi lacnadda ilaahay cala alkaafiriina gaaladu dushooda ha ahaato tanna waxa weeye nebi maxamed sal alay wasalam intaan la soo saarin ayay yahuuddu carabta waxay ugu sheekayn jirtay markay intay islaayaan ay carabtu ay dhib badan mariso oo nimanka sanamka caabuday ay rafaadiyaan yahuudda oo ilaayaan baa waxay odhan jireen waqti waxaa la soo gaadhay uu soo bixi lahaa nebi waqtigii sidaa soo dhowaaday nebigaasi markuu soo baxo ayaanu rumayn doonaa markaanu rumaynana isagoo nu hogaaminayaanu idin baabi'in doonaa oo idin layn doonaa saasay odhan jiray nebigii sooma imaan kitaabkay sugayaana sooma imaan markuu yimid horaanna ay odhan jireen markuu yimaadaan guul heli doonaa oo isagaanu raaci doonaa oo aanu idinka adkaan doonaa markuu yimid ayay waxay garanayeen oo u caddaa oo aan shaki kaga jirin markuu u yimid bay beeniyeen oo diideen lacnad ilaahay gaalada ku dhacda mar istiftaaxa marka bimacna alistinsaar yacni way furid dalbi jireen macnaha waxaa laga wadaa way hiilo dalbi jireen oo say ku hiilo dalbi jireen waxay ku hiilo dalbi jireen nebigaa soo socdaan rumayn doonaa markaasaan carabay idin jabin doonaa oo idin baabiin doona sidaasi waa riwaayaad culimada salafka qaar ka mid a laga wariyo qaarna waxay leeyihiin waxay odhan jireen rasuulka imaan doona waqtigiisii soo dhowaaday ayay ilaahay ka beryi jireen odhihi jireen ilaahu rasuulka soo dedeji ilaahu rasuulkii noo soo saar aan rumayno oo nimankan kadaata cawaamta ee sanamka caabuda aan iska celinna ilaahu rasuulkii noo soo saar si aan guul ugu gaadhno saasay odhan jireen marka labadaa mid ka mid a ama kutubta tafsiirka qaar ka mid a sida ku taalo wadaadada qaarkoodna ay ku fasiraan aayaddu sax maaha oo maxay tahay in la yidhaahdo waxay odhan jireen ilaahayow nebiga soo socda imaanaya wejigiisa noogu gargaar ama sababtiisa ilaahu noogu hiili taasi waa middii laysu diiday middaasi wax jirta maaha wax suganna maaha nebigaa ilaahu noogu hiili ooma nebigaa sababtiisa ama jaahiisa ilaahu noogu hiili ma ahayn
war jirana maa waana midda hadda loo deliishado wadaadada badan ay u deliishadaan mas'aladan ay tawasulka ku magacaaban laakiin shirkiga oo addoommada iyo qubuurta in laysku xidho oo ilaahay wixii laga raadsan jiray in qubuurta laga raadsada iyo yacni waxa weeyaan wax kuwa ku jira iyo awliyo meesha ay dadka loo dirmo oo ilaahay ba laga booyay subxaana watacaala war ka daaya marka layihahda maxaa u daliila yastaftixuuna cala aladiina kafaruu bikuleyh oo xageed ka aragteen nebi maxamed jaahiisa ilaahu noogu gargaar bay dhihi jireen qur-aanku noogu sheegay ma sheegin qur-aan tafsiirkaasina tafsiir saxa maa waa taxriif ilaahay aayaadkiisa meeshii ilaahay qasadkiisa u ahaa iyo tafsiirkii salafka laga leexiyey hawana lala raacay tafsiirkaasi marka tafsiir jira maaha tafsiirka saxdii waxa weeyaan waa labadaa mid ka mida ama nebiga soo bixi doona ilaahu noo soo dadaji aan rumayne ama waxa weeyaan nebiga soo bixi doonaan rumayn doonaa markaasaanu idinka adkaan doonaa labadaa laakiin tawasul iyo istigaada bikayri illahi iyo meesha kuma jirto walama goortii jaahum u yimid marka midda lagu dhalacaynayo waxa weeye war kitaabkii marki aad sugayseen sida aadka aad u sugayseen iyo rasuulkii sida aadka aad u sugayseen markuu yimid isagii inuu yahayna aad garateen maxaad u beeniseen soo wax la yaab lama seed ku diideen walamaa goortii jaahum u yimid kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabkaasoo min cindi illahi ilaahay agtiisa ka ahaa musadiqun oo rumaynaya limaa macahum wixii agtooda ahaa tawreed buu rumaynaya wixii ku yaalay tawreed ayuu rumaynaya wakaanuu walxaal kaanuu ay ahaayeen min qablu horaan nebigu intuusan imaanin wey yastaftixuuna kuwa gargaar dalba ama hiilimaad dalba cala aladiina kuwii dushooda in looga hiiliyo ayay dalbi jireen kafaruu gaaloobay yacni nebiga sal alay wasalam soo bixidiisa bay ku hiilimaad dalbi jireen yay ka hiilimaad dalbayaanoo in looga hiiliyo ay doonayaan cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobay dushooda oo kuwii sanamka caabudi jiro carabta ahaa kuwaasay rabaan in looga hiliyo falamaa goortii jaa'ahum uu u yimid nebigay sugayeen markuu u yimid falamaa goortii jaa'ahum uu u yimid maa shaygii carafuu ay garteen horeyna ay u sugayeen haddana ay garteen markuu u yimid kafaruu way ku gaaloobeen mihiisa way diideen falacnat ullah markay igu yidhaahdeen carabtii war ninkani waaba ninkaad sugayseen maxaa dhacay ood noo daba marteenna waxay yidhaahdeen ninkani waadun iska raacdeen mooye laakiin tilmaamihii aan idiin sheegnay ninkani malaha ninkaan sugayna maakani kaan sugayna weli waa dambeeya warkaasay haddana keenay falacnat ullahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina gaalada dushooda ha ilaahay lacnadiisa ku dhacdo naxariista ilaahay ha laga fogeeyo naarna ha lagu waaliyo wey macna bisa ma ashtarau bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu bagyan an yunazila allahu min fadlihi cala man yashaa bisa waxaa baas lahaaday maa shay baa baas lahaaday shaygaasoo ishtarow ay iibsadeen ay gadeen bihi shaygaba anfusahum naftooda ay u gadeen shaygay naftooda u iibiyeen ayaa baas lahaa an yakfuruu shaygaa baaska lagu khaas yeelayahay an yakfuruu waa inay gaaloobeen almakhsuusu bidami yacni cayda iyo baaska ka lagu khaas yeelayahay waxa weeyaan an yakfuruu inay gaaloobeen bimaa shay inay ku kufriyaan anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey baqiyan xasad daraaddiina ay ugu kufriyeen maxay xastayaan maxay xasadka ugu kaceen an yunazila allahu lian yunazila allah inuu ilaahay soo dejiyey daraaddeed bay xasadka ugu kaceen min fadlihi fadligiisa inuu ku soo dejiyey calaa man yashaau ciduu doono dushiisa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid fabaa-uu way laabteen biqadabin cana ayay la laabteen oo calaa qadabin cana kale dusheeda walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeyo oo dulleeya ayaa u sugnaaday cadaab wax dulleeya leeyahy tanna waxa weeye yacni waxaa baas lahaaday buu rabbilaahi subxaana wa tacaala waxay naftooda u gadeen ishtarawdu bimacnaa sharow ama baacuu waxay iibsadeen oy naftooda u gadeen baa baas lahaaday oo xumaaday muxuu yahay shaygaas waa inay ilaahay wuxuu soo dejiyo nebi maxamed kusoo dejiyey ay ku gaaloobeen kufrintaa ay ku kufriyeen nebi maxamed kitaabkii lagu soo dejiyey sal alay wasalam ayaa wuxuu yahay shayga baas kale ee lagu dhaleecaynay maxay ugu gaaloobeen sababta ku bixisay maxay tahay baqiyan xasad daraaddeed xasad oo xasadku xagee ka yimid waxay sugayeen nebiga la sugayo inuu reer bani israa'iil ka soo baxo siday ambiyadii horeba reer bani israa'iil ugu badnaayeen nebigu innagu inaga dhalan doonaa bay qabeen
markii carab laga soo saaray oo uu nebi maxamed maka ka soo baxo iyo nin carabiya uu noqday waxay yidhahdeen kuma jirna arrinkiis oo maxaad u diideen maxaa yeelay wanaaggii iyo fadligii reer bani israa'iil bay doonaysaa carabi hadda inay la wareegto marka carab uma quudno carab inay la wareegto yani sharaftii risaalada diyaar uma nihin marka xasad iyo waxayna xaq u lahayn oo raadinayaan baa ku xambaaray inay nebiga wixii lagu soo dejiyay beeniyaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ha xasadkana waxaa ku xambaaray inuu ilaahay soo dejiyey fadligiisa waxyiga laga wado waxyiga inuu ku soo dejiyo ciduu rabo oo addoommadiisa ka mid a maxaa xasadka u geeyey ilaahay inuu risaaladiisa isagu u taliyo ciduu rabo oo carabi ah oo nebi maxamed ah inuu ku soo dejiyey taasaa xasadkooda keentay saasumaan xasadkay xasadeen taasaa keenayso taasay ka biya diideen rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala intaa markay sameeyeen caday la noqdeen oo waajibsadeen oo muteen cadadaasi waxay ka timid hore kitaabkii towreed ahay oo dayaceen cado kaleeta iyay duu saaran tahay cadadaa dambena waxay ka timid kitaabkii qur-aanka ahay oo isagana beeniyeen laba caday marka la laabteen oo isduu saaran gaaladana waxaa u sugnaaday cadaab iyo haaneeyo oo dulleeya oo sharafka ka qaada buu rabbi ilahi subxana wa tacala biisa waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday ishtarow ay gateen ay iibiyeen ishtarow bimacnaa sharow ishtarow ay iibiyeen bihi isaga anfusahum nafyaalkooda ay u iibiyeen waxay naftooda u gadeen baa baasi oy u qaadeen maxay tahay an yakfuruu wey inay ku kufriyeen bimaa shay inay ku kufriyeen anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey maxamed uu ku soo dejiyey wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey inay ku kufriyeen kaas wey maxaa u geeyey inay ku kufriyaan baqiyan xasad daraaddeed iyo waxaan xaq u lahay inay raadinayaan maxaa xasadka ku xambaaray baa haddana su-aal imaanaysa waxaa ku xambaaray an yunazila allah lian yunazila allahu inuu ilaahay soo dejiyey daraaddeed min fadlihi fadligiisa oo waxyigii ah inuu ilaahay ku soo dejiyo waxyigiisa calaa man cidushi yashaa-u uu doono oo min cibaadii addoommadiisa ka mid oo ma iyagaa ilaahay waxyigiisa la maamula waa sidii carabtu ay u tidhi oo kaleeto maxaa loogu soo dejin waayo odayaashanada laba nin oo ka mid oo ma idinkaa ilaahay waxyigiinas la maamula risqiina bay idinka iyo masruufka laydin siiyey baydaan maamuline waxyiga ilaahay seed u maamulataa ma idinkaa raba inaad u tirisaan oo hebel layaan la siinin hebel ha loo dhiibo yacni carab ha laga qadiyo yahuud ha la siiyo xagga ha loo duwo ma idinkaa u taliya xasadka waxaa u geeyay waa un intaa intaas wey macna xasadku marka balaayuu qabaa nimanka reer bani israa'iil la yidhahda balaayada waxa ku riday waa xasad ibliisna qisadiisii aan soo marnay nebi aadam calayhi salaam isagana waxa wardada iyo dhoobada ku dhex riday iyadana waa xasad dembigii ugu horreeya dhulka dushiisa lagu sameeyana qur-aanku sheegay sababtiisa xasad bay ahayd samada dembigii lagu galayna waxa ugu horreeya xasad baa ugu horreeya innaga soomaali ana waxaan isku haynaayo waa xasad sodaas ma xasad un baa isu gengeeyey wax kale maaha saas wey ayib fadaa-u way laabteen markaa biqadabin cadho ayay la laabteen oo calaa qadabin cadho kale dusheeda cadhooyin isdul fuulay oo xagga ilaahay ka yimid bay la noqdeen walil kaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo macnaha ihaaneeya oo dulleeya ayaa u sugnaaday wey macnaha wa idaa qiila lahum aaminuu bima anzala allah qaaluu nu'minu bima unzila calayna wa idaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey oo nebi maxamed lagu soo dejiyey sal alay wasalam qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waanu rumaynaynaa bimaa kii baanu rumaynaynaa unsila la soo dejiyey calaynaa dushannada kiina lagu soo dejiyey baanu rumayn nagu filan wa yakfuruuna way ku kufrinayaan bimaa kii waraa'ahu gadaashiisa ah ka iyaga lagu soo dejiyey kii ka dambeeyeyna way ku kufrinayaan oo qur-aanka walxaal bay ku kufrinayaan huwa isagu alxaqu uu xaqa yahay musadiqan xaale uu yahay mid rumaynaya limaa shayga macahum la jirankooda ee qul waxaad tidhahdaa nebiyow falima maxay baa taqtuluuna u laynaysaan ambiyaa allah ilaahay nebiyadiisa maxaad u laynaysaan min qablu horaan maxaad u layseen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa tawreed rumaysan waa lala xujaytami oo macnaha waa lala doodi oo khaladaadkooda loo cadayn si ilaahay intuu ugu talagalayn hanuunka u qaataan
inta soo hadhayna berrito ayna ilaahay agtiisa wax marmarsooda u helin. Waxaa la yidhi hadii la yidhaahdo war rumeeya kan ilaahay soo dejiyo nebi maxamed ugu soo dejiyey qur-aanka rumeeya hadii la yidhaahdo, waxay odhanayaan waxay dhahayaan waxaa nagu filan kii annagana lagu soo dejiyey naloo soo dejiyey oo towreed aha, annagu towreed baanu rumaysanahay. Tayib, kii ka dambeeyey towreed oo qur-aanka ana way beeninayaan oo way diidayaan, isagoo weliba ka dambe oo qur-aankii uu xaq yahay. Koodii ka horreeyey leeyihiin waan rumaynaynaano uu u rumaynayo u markhaati kacay. Laba kitaaboo isdiidanba ma aha soo, laba kitaaboo isdiidanba ma aha, ee haddaad towreed rumaysan oo ay runtiin tahay kanina wuu u markhaati kacayaa oo towreed buu waafaqsan yahaye, maxaad u beenisay? Rumayntii towreed baa been ah. Midda kale towreed baa idintiri rumeeye, towreedna waa rumaysanna, kii ayna tiri rumeeyena waanu diidaynaa, say isugu imaan karta warkaasi ma waru iswaafaqi karaa? Saasuu macna. Haddiise towreed aad rumaysan tihiin, maxaad nebiyada ilaahay u layn jirteen hadda ka hor? Ma towreed bay ku taallaa nebiyada laay? Intaasoo dhan waxaa la daba socdaa ilaa gadaal dambe aayaadka soo socda waxaa la daba joogaa hadalkooda ah nu'minu bimaa unzila calayna, towreed baanu annagu ku kaaftoobaynaa oon rumaysannahay, warkaasaa la daba joogaa. meel fog baa lagaga soo hadhiyo waxaa la rabaa in la muujiyo xataa towreed inayna rumaysnayn. saasu macna. towreed hadday rumaysan yihiinna qur-aanka way rumayn lahaayeen, nebi maxamedna waa raaci lahayen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. saasu macna. waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum, ayaga haddii lagu dhaho aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzala allahu, ilaahay uu soo dejiyey, aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu, ilaahay uu soo dejiyey, haddii lagu yidhaahdo qaaluu, waxay odhanayaan nu'minu waanu rumayni bimaa shay baanu rumaynaynaa unsila la soo dejiyey calaynaa dushannada kiina lagu soo dejiyo towreed ahaa baanu annagu rumaynaynaa, kan maxamedna ma rabno. wayakfuruuna, way ku kufrinayaan bimaa shay bay ku kufrinayaan waraa'ahu, ka lagu soo dejiyey iyaga ka dambeeyey oo qur-aanka macna. wa huwa, walxaal bay rumaynayaan huwa, kan dambe ee qur-aankii alxaqu, uu xaq yahay, isagoo xaq ahoo baadil uusan meel laga soo gelin, musadiqan weliba ah haddana ah xaal uu yahay mid rumaynaya limaa, kii macahum iyaga la jirinkooda ah, kii iyaga la yaalay oo towreed ahaana uu u rumaynayaa oo u markhaati kacayaa. qul, waxaad tidhahdaa nebiyo, falima, maxay baa taqtuluuna u layneyseen ambiyaa allaahi, ilaahay nebiyadiisa maxaad u layn jirteen min qablu horaan, in kuntum haddaad tihiin mu'miniina, kuwa towreed rumaysa, towreed haddaad rumaysnaydeen oy dhab tahay, maxaad nebiyada ilaahay u layseen? ma towreed bay ku taala, towreed ma raacsanidina beenta iska daayin. walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat, walaqad jaa'akum, xaqiiqe waxaa idin yimid muusa, muuse ayaa idin yimid, bil aayaati, bilbayinaati, de aayadihii cadcadaabuu idin la yimid, uma kadibna ittakhadtum, waxaad samaysateen alcijla, dibigii ayaad ka samaysateen, macbuudan baad ka dhigateen, min bacdihi, muuse gadaashiisa, walxaal baad ka dhigateen, antum idinku daalimuuna, kuwa dulmi sameeyey aatiin, yacni muusa idin yimidoo aayadihii cadcadaa idin keenay, aayadaha nebi muuse la yimid way fara badan yihiin, rabbi baana subxaana wa tacaala yacni meel kale kaga warramay, fa arsalnaa calayhim tuufaana waljaraada والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وأشي يعني وحوي وإنشد لقصر لدي وبالك معنى وحوي مارتي أن يعني الدوفان لقصر لدي رح مر لقصر لدي ليك مر لقصر لدي يعني وحوي أشي كعنتي سي عضي يعني يفتيمي سي آية ضفر بضن أعلاب يمعجزوي بانوسينا ونبي موسى إذن ليمت markuu idin la yimid kadibna reer bani israa'iilow oo uu idinka tego meeshii fari ballantii uu ku maqnaa dibi baad ilaah ka dhigatay, warma towreed bay ku taallaa inaad dibi caabudaan? waa idinka ku haya bimaa unzila calaynaa baan rumaynaynaaye, ma towreed bay ku taallaa dibi caabuda? ma dibi in la caabuda towreed kuma taallo? markaad dibiga caabudaysaan oo ilaah ka dhiganaysaan daalimiin baad tihiin, yacni cibaadadii meeshay lahayd meel ahayn baad dhigteen, lann dulmiga waxaa la yidhahdaa wadcu shayi fii hayri mawdici baa lahaa, shaygu meel uusan lahayn in la dhigaan lahaa. marka cibaadada yaa iska leh kulligeed ilaahay baa leh subxana wa tacaala, meesheedii meel aan ahayn haddaad dhigtana daalim baa tahay. saas wey macna. tayib, walaqad jaa'akum, xaqiiqa waxaa idin yimid muusa, muuse ayaa idin yimid, bilbayinaati, aayadihii iyo mucjizaadkii cadcadaabu idin la yimid,
ثم مركا كذبنا اتخذتم واحد سميستين العجل الدبقيبة معبودا من العابودة كسميستين من بعده موسى تقداشيس موسى مركو إذن كتك كتبه والحال بطايشن أنتم إذنكو ظالمون وكوا ظالمين وقردرا آتهين وعبادة ماشا دي ميلا نحين لغي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور واذكر واحد بستا واذكروا حسر ابن إسرائيل إذ وقت أخذنا أنقب النيل ميثاقكم بلنكيني مركان قادني بلنكيني مركان قبلنا نارت الوقتكي ورفعنا أنقريا لني فوقكم دشينا الطور بورتي أنقريا مركزان إذن كنلي خذوا قاتا ما آتيناكم وحان إذن سيني قات بقوة ددال قات ددال يحق قات واسمعوا مقلع إلهي كتابك سودة شيء توريدها وحي اللي إذن كأمر مقلع وغيالا قالوا مركزا وحي إذن سمعنا مقلع هذا الكاغ مقلع وعصينا أمر كاغين الدين وأشربوا ولا عفسية ولا دنسية في قلوبهم قلبية ضوضة قحضة ضوضة وحالة دنسية العجلة حب العجلة دي بيقى تشعيل كيسية عبادة ريزة بقلوب ضوضة العفسية بكفرهم قال لما ضوضة درادت قل وحاتر هذا النبي وبئس ما بئس وحا باصل هذا ما شيء يا باصل هذا يأمركم وإذن أمريه به إساق إيمانكم إذن إيمانكم وإذن أمريه إن كنتم ذاتي المؤمنين هذا المؤمنين تي معنى هذا وحوي وان صامرنا إن بور تدوش اللقاء ساري انت اللي سوفو تشي بور با دوش اللقاء ساري بور تي مركي دوش اللقاء سارا وحا لغير دوش هذا اللي استاجي وحا لخذوب ما آتيناكم بقوه وحا أنه إذن سودة تشيني وأنه إذن سيني وكتاب هي أوامير أقاطة سدة ذا الكتشرة نقاطة كبح عيارت كتاب كان سدة ذا الكتشرة أقاطة حق أقاطة مركزة وحي لهذين وليبا مقلة لي واسمعوا ذا وحا لقوة ذا كريا لقاها أنكم مقلة ماهي انتاد مقشاني يالوي معنى سمع الله لمن حمد مركز الله ذا بمعنى ما إلهي أنهم مقلة أمياء ما إلهي أقبلوه صاصل معنى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا سماعا يطاعوا يعني وان يليوي مقلي أو يلو إسوتوي اسمعوا مقلي أو هدلي يلو سواب تلافك قرنس أمرك اللي سيهم حقا سمعنا هرت مقلي وبيتك مقلي لكن تي يلو أهيد عصينا ديد منه الله سبحانه سمعنا هذا عصيبا أوجي سيو مركي سيرادين والله بورتو وإذن كنت عدون تابا سمعنا هذا قدال دم مركي بورتي لقد القادين عصينا بيلا وأمد مركي نوع عصي قلبي قودنا وحابا لدتشيي ولقد أدعيو قلي ديبقى تشعيل في سورة بلاي سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة سيدا مثلا صوفك بيها اللورد انسقلا قلبي قول عبي تشعيل كديبقى ودبي ماشي العيه محفا إذا ليه بالله عليك ومضنوا إلهي كتابه سودتشي وإنت سوء قوميسي كسو صاري وإنت سوء لبا كسو بدبادي وهدنا الدبي لغا كر لأيه بلدهم كرت سوح لليه ماما وحقاد له ليه بو حكو قبيريني واكر ماشي نجي الله لفيه سوح أوتر إلى هدوه حقب سني ومخلوقه إسك الضعيف كتورت دران محكو قبيريني مركا يعني أدهوغاني سدور تاقنتاي إحموضيس نمان كي تسأل لغا كري لكن واحد قرن كرتا ومضو هذه الشركيات هي خرافات هي باطل اي كسو النولايين باطل كاية شركيات كاسي صف ضد انو قلبي قوضا اوغرنا ما رأي ويأبت وحون انبا قلف كتير حون با ميل كل عبن ومر مر صبي ساسي معنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سوقار كم دا مالنتي يعني حنين صوماهين صومين اللي نجعل لنا يعني ذات انواط قولا قيد عابده يزومر انو قيد انتاي معناها سرسرين سيفوه ده مركب كده قال قلل ياني سرسر هاي او سيفتن قيد قال السورة يو قيد معناها سيفتو بركينا هياوي وحدو مركب لو قده قال لامو اي سيفتو سيفي عم حقوق منو بركة كرادني مركب سواحي دي النبي الله انقر واحد نوصا ويسا قيد تنو قرأه وانو بركة يسنو نبي محمد بي الله سعودان صلوات ربي وسلام عليه طب اسكعوا السبا يعني صلى الله عليه وسلم مركز النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بان كبرت وحد تهدين
ريبني إسرائيل هذا الكيدهين أوها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إله النص ما سيدا يكون بإله له قرأوا اندبي عابد يسوء إله غيرك عابد يوم بيسوء أقمرين انتم بابا كل التيب مركو ورتيبي قال محايد انك قال التيبي قال قلبي قودا لعبسيه وساسا لو كر الله قال لماذا أي قالوا من دراتيت بانا قلبي قودا لوتا تشيه ee waxa tilada waxa baas lahaaday waxa ku iimaankiinu idin amrayo oo idin farayo haddii aad muuminiintii soo yagu iimaan ma ina sheegan war xageed ku aragteen iimaan dibi hal caabudan oo xageed ku aragteen iimaan ku haya samicna wa asayna xageed ku aragteen oo xageed ku aragteen iimaan yaani waxa way dibi caabudaya oo xageed ku aragteen iimaan rusushi leenaya bi isma ya'murukum iimanukum iimaankiinu iimaan ma ba jiree لكن إيمانك وحا إذن فريا أيها باص لهذا يحمد كاس إيمان معنا بلايها قد عدي صافي معنا طيب واذكروا واذكروا حسوس الربن إسرائيل إذ وقت أخذنا أنقبني ميثاقكم بلنكي نمرك أنقبنا أورف بلنكي دارت الوقت كي أورفعنا أنكريا لفوقكم دشيننا الطور بورتي أنكريا خذوا بانو إذن كنوا لمركا قاتا ما آتيناكم وحا إذن سيني قاتا بقوة وكتابك لسيه بقوة حبك قاتة سدد الكتشر قاتة وعيار عنهين وأن سهل شأهين يفضيس عين كتشر واسمعوا مقلة على التوراة وحو إذن كير مقلة وراع قالوا وحيدا سمعنا مقلة مكتك مقلة وعصينا عاصنا يو أمر كيدي ديدني وأشربوا والعب سيبوا رب سبحانه وتعالى أولا لنسيه في قلوبهم قلبي يضو ذا تحضو ذا وحل لنسيه العجلة أي عبادة العجل أما حب العجل ديبيغا تشعيل كيسا قلبي قوضا للنسي وصيدا بيها أوكال أقلي يعني مالو بكا قلي بكفرهم قال لماذا ضرادت قال لماذا يكوك عن ضرادت أي أرنقاس قرعي قلوا حتى هذا بيسا وحباص لهذا ما شيء وحباص لهذا يأمركم وإذن أمري به إساقا إيمانكم إيانكم وإذن أمري إن كنتم هداتهم ويمؤمنين مؤمنيناتهم مبتهين ويمعنى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.